السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لي معلومات. شرف في هذا الفيديو كيفاش نحول دراهم ما بين حساب بريديموب الى حساب بريديموب، ولو كان ما عندوش حساب بريديموب مهم تكون عنده بطاقة ذهبية باش تقدر تبعثوا دراهم عن طريق بريديموب. كيفاش نديرو؟ ندخل بريديموب، يجينا بهذا الشكل خاوتي بريديموب. احنا دركا نحولوا دراهم. كيفاش نديرو؟ نضغط على التحويلات، هاي خاوتي تحويلات، ومن بعد نضغط على نحو حساب اخر، ومن بعد ندير مصدر الاموال بهذه الطريقه خاوتي. هنايا نديرو رقم الحساب المرسل اليه خاوتي، هنايا شو عندي حساب مستفيد، مثال 00، ومن بعد نديرو 759، ومن بعد نديرو 00، ومن بعد نديرو النيميرو نتاع السيد مع الكلي أو مع المفتاح سي سي بي، يتكون من 20 رقم نتاع سي سي بي طويل. نديرو هنا خاوتي شو مليح، ومن بعد نديرو هنايا المبلغ، مثال أنا نحوس نبعثو 200,000، نكتب 200,000، 200 دينار، حاول تكتب بهذه الطريقة، 2 و3 صفار، هذه الفاصلة هما يديروها خاطر الفاصلة، وبعد هما يديروا 3 صفار، ومن بعد نديروا المواصلة، ها هي، يجينا رمز على الهاتف، ندخلوا الرمز، ونديروا التأكيد، تروح لدراهم السيد، يروح لابوست اللي معها بطاقة ذهبية، ويخرج دراهم. هذه الطريقة باش تقدر تحول من بريديمو إلى حساب سي سي بي، ولو كان ما عندوش حساب بريديمو عن طريق بطاقة ذهبية، مهم تكون عنده بطاقة ذهبية باش يقدر يستقبل الأموال عن طريق بريديمو. مهم خاوتي اللي عنده أي مشكلة ولا عنده أي استفسار خلينا التعليق في الفيديو ولا يتواصل معنا عن طريق الواتساب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.